بسم الله الرحمن الرحيم. بإذن الله تعالى في هذا اللقاء سنقوم باستكمال شرح أدوات التحديد Selection Tools، وهذا اللقاء الثالث. في اللقاء الأول تم شرح أدوات الماركي تول، وهي Rectangular Marquee Tool، Elliptical Marquee Tool، Single Row Marquee Tool، Single Column Marquee Tool. وفي اللقاء الثاني تم شرح أدوات اللاز تول، وهي لاز تول، بلوجينال لاز تول، ماجنتيك لاز تول. وفي هذا اللقاء سيتم شرح أداة كويك سيلكشن تول، ماجيك واند تول، وأداة الكالر رينج. في البداية خلينا نشرح أداة الكويك سيلكشن تول. عندي في المنطقة هاي أول اختصار أو أول خاصية اللي هي نيو سيلكشن، إنه أنا بدي أعمل تحديد جديد. الخاصية الثانية اللي هو Add to Selection، لو أنا عندي تحديد وبضيف له تحديد آخر. الاختصار أو الخاصية الثالثة هي Subtract from Selection، لو أنا عندي تحديد وبدي أطرح منه جزء. والأداة هاي هي عبارة عن الفرشة. طب خلينا نبدأ نشوف كيف أنا ممكن أحدد شعار الفوتوشوب، أو بدي أعمل Selection لشعار الفوتوشوب زي ما عملت في اللقاء السابق. من خلال هذه الأداة هتكون الأمر سهل جدا عندي. كل اللي علي انه انا اروح واضغط على الجزئية البيضاء في المنطقة هي، تمام. اضغط اكبس، تمام، الاقي انه في عمل لي تحديد، تمام. المنطقة الرمادية هاي بلاحظ انه ما عملش الها تحديد. طب ليش؟ لانه انا ما ضغطت او ما سحبت ولا دست على المنطقة الرمادية، انا ضغطت على المنطقة البيضاء. ممكن انا في عندي اد سيلكشن مظبوط محدد، بقول له هيك اكمل، تمام. المنطقه هاي بدي اضيفها للتحديد، لا بدي اياها الغيها من التحديد، بدي اقول له سبتراكت فروم سيلكشن. نضغط في المنطقه الزرقاء، تمام، بنلاقي انه تم التحديد للون الابيض، تمام، وتعرف على اللون الابيض باختلافات درجاته، واللون الازرق ما حدده. هل جيت انا لو بدي اعمل سيلكشن للون الازرق، انا بدي اعمل سيلكشن، انا عملت سيلكشن لمين؟ للون الابيض. بدي اعمل سيلكشن للون الازرق، ممكن احكي له سيلكت، اقول له انفرس، يبقى هيو حدد لي مين اللون الازرق. ممكن اقول له كنترول جي وحط لي اياها في طبقه جديده، وبنلاحظ انه كلمه دبلومه الفوتوشوب اخذها معايا لانه انا ما لغيتها من التحديد، وهي ممكن نزيلها بكل سهوله، ممكن باداه، باي اداه من الادوات، ممكن بادوات الممحاه، باي شيء ممكن الغيها. طيب زي ما حكينا انه هذه الفرشاه ممكن انا اتحكم في حجمها، ممكن ازيد حجم الفرشاه، الهاردنس هذه زي الفيذر، ممكن انه الحواف تكون شفافه ناعمه او حاده، السبيسنج هاي مساحه العمل اللي هيشتغل فيها، الانجل اللي هي علاقه بالدوران، باتجاه دوران، مش وهي دائره مش هتاثر معي. بالنسبه للمنطقه هاي لها علاقه في التابلت، طيب الان خلونا ناخذ مثال ثاني على اداه الكويك سيلكشن تول. هل جيت انا الساعه هاي انا عايز اخدها، اخد منها نسخه عشان مثلا احطها جنبها، احطها في تصميم تاني. طيب خلينا نكبر الصوره باداه الها باداه الزوم تول، نكبر، نقول بدي اكبر شويه، انا اساس بدي اكبر المنطقه هاي، تمام. هجيت بالهاند تول اقول مسطره واحرك المنطقه هاي. هل جيت انا بدي احدد، كل اللي علي انه اروح على اداه الكويك سيلكشن تول، تمام، اختارها، اخترنا اداه الكويك سيلكشن تول، بدي اعمل نيو سيلكشن جديد، اجي على حواف الساعه من جوا، بضغط، بفضل ضاغط ضاغط ضاغط، قاعد انا بحدد، حدد حواف الساعه، وبدي احدد كمان العقارب والمناطق السوداء، يبقى انا هيك قاعد بختار كل المناطق الموجوده داخل الساعه، تمام. يبقى لقيت انا بلاقي انه على حواف الساعه وفي حدود، وتحدثت عندي بسرعه عاليه، انا تحدثت عندي بسرعه عاليه. هل جيت انا ممكن نعمل كنترول زيرو على اساس اعمل فيت تو سكرين، تمام. الان الساعه عندي تحددت، خلينا نعمل هل جيت كنترول جي، عملنا
هي ظهرت عندي في لاير جديدة، بنلاحظ يبقى أنا حددت الساعة في لاير جديدة. هلقيت أنا ممكن الساعة هاي بأداة الموف تول أحركها، تمام، في المنطقة هاي هلقيت أنا حددتها بأداة الموف تول، وبقدر ممكن أقول له كنترول تي، تمام، وممكن أكبر الساعة، أضغط شيفت وأحكي له إنتر، وبإمكاني إن أخذ نفس الساعة هاي في تصميم آخر. شفنا كيف بأداة الكويك سيلكشن تول تم التحديد عندي بكثرة عالية وبكل سهولة. الآن خلونا ننتقل للأداة الثانية في هذا اللقاء، وهي أداة الماجيك وان تول. الماجيك وان تول أسهل وإفكتيف أكثر من الأداة السابقة، أداة الكويك سيلكشن تولز. خلونا نختار أداة الماجيك وان تول بكليك واحد، وخلونا نشوف لو أنا ضغطت بكليك واحد إيش اللي بيصير. شايفين إيش اللي حصل؟ اللي حصل إنه حدد لي المنطقة هاي البيضاء بكليك واحد. هل جيت أنا بدي أحدد المنطقة الرمادية، ممكن نقول له Add to Selection، اختيار جديد، إضافة، بنضغط في المنطقة هاي، تم التحديد للمنطقة الرمادية. كمان كليك تاني على أساس تحدد المنطقة الأسود، يبقى أنا حدد لي المنطقة هاي كلها ما عدا الشعار. طيب لقيت أنا بدي شعار الفوتوشوب، بس أعمل له سيلكشن. كل اللي هعمله إنه أروح سيلكت انفرس، وهذه إلها شيفت كنترول أي اختصار من لوحة المفاتيح، تمام، عكس لي التحديد، وممكن أحكي له كنترول جي، يبقى راح أعمل لي إياها في لاير جديدة. تمام، يبقى انا من كليك واحد او اثنين عملت سيلكشن بشكل احترافي لمين؟ للشعار تاع الفوتوشوب. هذا الكلام ممكن ازيله باي طريقه، بادوات التحديد، اعمله ديليت، او ممكن ازيله بالمنحى. يبقى لقينا الاداه هاي بتتعامل برضه بنفس اداه الكويك سيلكشن تولز مع الالوان، حددنا احنا درجه الابيض وحذفناها. طيب في عندي اوبشن هنا في المنطقه هاي اسمه التوليرانس. التوليرانس هذا الموجود عندي هو بيتعامل مع كميه الالوان اللي انا بقدر احددها. طيب عشان نفهم الموضوع هذا، انا شفت قبل شويه لما حددت كانت التولرانس عندي 32، حدد لي الابيض لوحده، الرمادي والاسود حددته بكليك تاني. طب خليني انا لو ضغطت غيرت التولرانس مثلا ل 100 و 120، انتر، وقلت له انا بدي اداه الماجيك وان تول، اخترتها، وبدي اجي اضغط في المنطقه هاي، بنلاحظ ايش حدد لي؟ حدد لي المنطقة البيضاء والمنطقة الرمادية، يبقى اخذ 150 او 120 درجة من درجة الابيض، ولقى انه عنده كمان خش على درجات الرمادي. انا لازم اقول له سيلكت انفرس واقول له كنترول جي، وبنلاقي انه عمل لي اياها فلاير جديدة. لاحظوا معايا كيف بشكل احترافي. خلونا ناخذ مثال ثاني على اداه العصا السحريه، اداه الماجيك وان تول. اول شيء خلينا نروح على مجلد العمل، نسحب صوره الباك جراوند في مستند جديد، تمام، وبعد هيك خلينا ناخذ الصوره الثانيه في المنطقه هاي، وبنلاحظ انه الصوره هاي اول ما دخلت عندي، دخلت عندي على البرنامج بكون معمول لها حاجه اسمها سمارت اوبجكت، وتم الحكي عن هذا الموضوع سابقا وممكن نحكي عنه لاحقا. هي بالضبط نفس نظام القفل، مش هقدر اعمل عليها اي تاثير. على سبيل المثال انا جبت اداه التحديد، وممكن لو اجيت انا للتحديد هذا بدي اقول له ديليت، بقول لي انا مش قادر اعمل تحديد الها، تمام، لانها تعتبر مغلقه. طب كل ما اقدر اعمله، خلينا نلغي التحديد هذا، بروح على اللاير كليك يمين، بحكي له في حاجة اسمها ريسترايز لاير، بنختارها، بنلاحظ أيقونة السمارت أوبجكت اختفت، يبقى لقيت الصورة عندي مفتوحة وأقدر أستخدم فيها أي جزء وأقص على أي جزء، تمام. الحين أنا بدي الشريط الأصفر هذا، تمام، أحطه على الخلفية هاي، يبقى بدي يلزمني إنه أشيل الخلفية البيضاء بتاعته. طيب يبقى خلينا أروح، لو أنا استخدمت بالمناسبة أدوات التحديد العادية هذولا على سبيل المثال، تمام، وأحكي له ديليت، يبقى هاي الأمر هيكون عندي صعب جدا، مش هقدر أحدد بكل احترافية. خلينا نقول له كنترول زد ونعمل كنترول دي أشيل التحديد. طيب كيف أنا ممكن ألغي الكلام هذا؟ في عندي أداة حلوة جدا وأداة مميزة، أداة الماجيك وان تول، نختارها
وعندي خلينا التوليرانس مثلا خليها مثلا 32 زي ما كانت اول، والماجيك 1 2 نتاكد انه انا مختارها تمام. كل ما اللي علي انه اضغط ضغطه واحده على المنطقه البيضاء. بنلاحظ ايش اللي حصل عندنا، كل الجزء الابيض ماله اتحدد وبكل بساطه وبكل احترافيه. طيب ليش انا هيك عملت الاداه؟ لانه الاداه هاي بتشتغل على الدرجه اللونيه زي ما حكينا في المثال السابق. يعني لو كان الموجود عندي في الخلفيه البيضاء كلها حمراء هتختار او هتحدد المنطقه الحمراء، لو المنطقه خضراء هتختار المنطقه الخضراء. انا هلقيت عندي موجوده منطقه بيضاء فاختار لي اياها. هلقيت بكل بساطه بروح على زر الديليت الموجود بلوحه المفاتيح، بنلاحظ انه اختفت الخلفيه بكل اريحيه تمام. يبقى انا ممكن عشان الغي التحديد بحكي له كنترول زائد دي، بنلاحظ انه عندي الشريط هذا صار على الخلفيه بشكل جميل وممتاز جدا. الان انا في عندي كمان تصميم وعايز اشوف كيف ممكن افرغه. خلينا نشوف الصوره هاي، فتحناها في ملف جديد. بنلاحظ انا عندي هنا حيوان بصوره حيوان تمام وله خلفيه. انا المطلوب مني او عايز مني انه افرغ الحيوان هذا مثلا وما بدي الخلفيه اللي وراه. يبقى انا ممكن اروح على اداه الكويك سيلكشن تول او اداه الماجيك وان تول تمام، وباستخدام هذه الادوات امشي عليها واحدد نقطه نقطه واطلع، ممكن اطلع برا ممكن ارجع، يعني الكلام هذا ممكن ياخذ مني وقت. شركه ادوبي عملت لنا حاجه ضافتها في اصدارات سي سي 2019 اللي هي حاجه اسمها سيلكت سبجكت. سيلكت سبجكت انا شفتها قبل شويه في اداه الكويك سيلكشن تول، وهي موجوده في اداه الماجيك وان تول. طيب ايش وظيفه السيلك سبجكت؟ هي انا هي بشكل اوتوماتيكي عن طريق خوارزميه، السيلك سبجكت هي بشكل اوتوماتيكي عن طريق الخوارزميات، اول ما بضغط عليها ضغطه واحده تمام. خلينا ننتظر شوي ونشوف ايش بيصير. بنلاحظ انه بشكل اوتوماتيكي عمل لي سيلكت على الحاجه الموجوده او الاوبجكت الموجود داخل الديزاين. زي ما انتم شايفين انا ما عملتش اي شيء، انا ضغطت بس على سيلكت سبجكت. خلينا نعمل كنترول جي وعمل ليها فلاير جديده، يبقى اي تم التصميم او تم اختيار التصميم عندي بشكل كامل. وبنلاحظ انه تم اختياره بشكل احترافي وبشكل سريع جدا. بنلاحظ انه عندي بس بعض الحاجات البسيطه جدا في المناطق هاي، في المناطق هاي اللي هي عايز افرغها، وممكن افرغها باي اداه من ادوات التحديد تمام. بعد ما انا عملت سيلكت سبجكت في عندي حاجه اسمها سيلكت اد ماسك. لو خلينا اضغط عليها تمام. بعد ما ضغطت عليها اول ما بضغط عليها هو عمل لي ايش؟ تفريغ اضافات. في عندي انا لاحظ في عندي اضافات على بعض الحاجات البسيطه زي ما انا شايف هنا في بعض الادوات. في عندي اداه البلس الماينس، هنا عندي السايز بتاعت الفرشاه حجم الفراشي. احنا حكينا في عندي مناطق، انا خلينا نرجع لترانسبرنسي ترانسبرنسي مثلا. في عندي قلنا مناطق، في المناطق هاي اللي بدها تعديل. على سبيل المثال انا عندي ترانسبرنسي، الترانسبرنسي هي مقصود فيها عندي درجه الشفافيه اللي موجوده معايا والمقصوده هنا في وراء في خلف الشكل. ممكن انا اتحرك اغير الشفافيه، وممكن ازيد لحد ما تختفي الشكل، وممكن انقص واختار درجه الشفافيه اللي انا عايزها. طيب في عندي انا حاجه اسمها الراديوس، الراديوس المقصود فيها هو قطر الحاجة اللي أنا بشتغل عليها. ممكن نعمل هيك تمام. لاحظوا معايا إيش بيصير في الراديوس. طيب في عندي حاجة اسمها سموث، سموث المقصود فيها عندي درجة التنعيم. ممكن أزيد درجة التنعيم، ممكن أقللها. في عندي حاجة بعدين كمان الفيذر، الفيذر هي درجة البهتان لو بدي أعمل تمويه للإدجز تمام. وفي عندي حاجه اسمها كونتراست، الكونتراست هي درجه الجوده تاعت الصوره مثلا، ممكن اشتغل عليها تمام. وعندي شيفت ايدج اللي هي لو عاوز انه اعمل الحواف تاكل او بدي ازودها تمام. في عندي حاجه اسمها انفرت لو بدي اعكس التحديد اللي انا عملته، وفي حاجه اسمها كلير سيلكشن لو بدي اعكس التحديد اللي انا عامله. output setting المقصود فيها انه لو انا ضغطت عليها وين ممكن يخرج لي الشكل، على layer mask، على layer جديدة،
على لاير جديدة مع ماسك مع نيو دوكيومنت مع سيلكت وذ سمارت وذ لاير ماسك. الآن خلونا ننتقل لآخر أداة من أدوات التحديث، وهذه الأداة بتماثل أداة الكويك سيلكشن تولز وأداة الماجيك وان تولز في أني بحدد لون معين. الأداة هذه بقدر أصلها من خلال قائمة سيلكت وهي أداة الكالر رينج، تمام؟ في عندي أنا من خلال هذه بقدر أختار لون معين. سيلكت عندي سامبل كالرز اللي أختار لون أنا اللي بعمل له بيك في القطارة. ممكن أروح أختار اللون الريدز الموجود في التصميم أو اليالوز أو الجرينز أو السيان أو البلوز أو الماجنتاز، اللي هذه ألوان الـ RGB الـ CMYK. وممكن أختار الألوان الهايلايتس، أختار الميد تونز، أختار الشادوز، وفي ممكن أختار السكين تونز وهي هنحكي عنها لاحقا. في عندي أنا حاجة اسمها سامبل كلر، تمام؟ هذه وظيفتها بتحدد لي اللون اللي انا بروح اختاره، تمام. في عندي حاجه اسمها بزنس، هذه بتحدد لي حجم اللون اللي انا عايزه، تمام. ممكن من صفر او ممكن ازيد لحد الارقام اللي بدي احددها، تمام. في عندي خليني مثلا انا اختار اقول سامبل كلر واختار باداه البيك تول، اختار مثلا اللون الابيض هذا. بنلاحظ اللون اللي اخترته ايش صار عندي في المنطقه هذا باللون الاسود، تمام. بالنسبة عندي أنا هنا السيلكشن، هذا المنطقة اللي أنا محددها. الإيمج هذه عبارة عن الصورة اللي أنا موجودة. خلينا نشوف السيلكشن. في عندي السيلكشن بالفيو، ممكن نقول له أنا بدي نان، ممكن أقول له جري سكيل، ممكن أحكي له أي تصميم أو أي شكل أنا محتاجه، بلاك ميت، وايت ميت، نختار أو الكويك ماسك. خلينا نشوف اللي مثلا الجري سكيل، تمام. خلونا نزود الفيزنس مثلا شويه، هي زيرو، ممكن نزودها شويه. لاحظ كيف الالوان بتزيد، الالوان بتزيد معي، الالوان كيف بتزيد. يعني كان زيرو، كيف الالوان بالنسبه للون اللي اخترته، تمام. قلت مثلا كويس عندي، ممكن في عندي هذا انفرت، انفرت اللي هي بتعكس لي التصميم. انا اخترت اللون الابيض، هو هيروح يختار لي المنطقه هاي. خلينا نقول له انفرت، انا بدي اعكس، اوكي انفرت، نقول له اوكي، تمام. هو الهجيت محدد المنطقه هاي. في مناطق انا مش لازماني، ممكن الغيها باستخدام اي اداه من ادوات التحديد التحديد. خلينا ناخذ مثلا اداه الريكتانجل ماركينج تول، واقول له في المنطقه هاي سبتراكت فروم سيلكشن، الغي لي مثلا المنطقه هاي كلمه دبلومه، الغي لي المنطقه هاي. ممكن نحكي له الغي لي المنطقه هاي الفوق الرمادي، المنطقه هاي الغي لي اياها. ممكن احكي له الغي لي كمان المنطقه هاي اللي أنا ما بدي إياه. يبقى بنلاحظ إنه عندي تم اختيار شعار الفوتوشوب اللي أنا كنت عايزه باحترافية عالية. وخلينا نحكي له كنترول جي اللي نشوفها في لاير جديدة، تمام. يبقى تم اختيار الشعار بكل أريحية بكل هذا. فهذا أنا اخترت لون واحد هو اللون الأبيض. لو أنا جبت اللاير هذه برضو كمان لغيتها، وممكن ان اروح احدد الشعار هذا بدل ما حددت اللون الابيض ولغيت الشغلات هذه، ممكن ابدا احدد باللون الازرق في حاله وجود عندي هنا في المنطقه هاي. بنلاحظ انه وجود الوان متقاربه، ممكن احدد اللون الازرق. لو ممكن هي بس متعبه شويه. خلينا نقول سيلكت كلر رينج، تمام. هي السامبل كلر، وخلينا نبدا نختار بالسامبل كلر. بدي احكي له، خلينا نقول له انا بدي نان، واحكي له انا بدي هاي، وفي عندي هنا بلس، تمام. وببدا اختار وشيل الانفرت، نبدا نختار، تمام. لاحظ عندي المنطقه البيضاء، انا كيف قاعد بحدد للالوان الازرق ودرجاته، تمام. يعني كده انا قاعد بعمل سيلكت لمين؟ للون الازرق بناء على مجموعة من أنواع الكلر. ولو أنا غلطت برا وضغطت منطقة برا، ممكن أروح أختار بالماينس هاي. نكمل اختيار، نحاول نحدد أكبر منطقة موجودة للألوان الأزرق. وبعد هيك أنا بحكي له ممكن نزود في الفيزنس أو نقلل الفيزنس، ونشوف نختار الفيزنس بهيك نزيد شوي مثلا هيك هيك مثلا، تمام. وممكن نحكي له أوكي. بنلاحظ شوف انا كيف ممكن اختار
عند المنطقة هاي ممكن نحكي له كنترول جي، نحطه في لاير جديدة ونخفي، يبقى أنا أختار لي المنطقة هاي. في موضوع التحديد في عندي حاجات مهمة جدا ممكن أستفيد منها. خلينا نفتح لنا تصميم أو صورة من اللي اشتغلنا عليهم، الصورة هاي مثلا. تمام، خلينا نحكي له كنترول زيرو، نعمل في التسكرين واختار أداة الكويك سيليكشن تول، وخلينا نحدد السماء والسحاب. تمام، بنلاحظ انه انا هيك تم تحديد المنطقة هاي كلها. لو عملت انا كليك يمين، بنلاحظ اول امر في كليك يمين انه انا عملت دي، عندي هو دي سيلكت، كأني بقول له كنترول زائد دي اللي هو بلغي لي التحديد الموجود هنا، نقول له كنترول زد. تمام، خلينا نشوف الامر الثاني كليك يمين اللي هو سيلكت انفرس، انا محدد ايش السماء زائد السحاب. تمام، لو انا قلت له سيلكت انفرس هروح احدد لي الحاجات اللي انا ما كنتش مختارها، يعني انا هلقيت محدد السماء والسحاب ومجرد اضغط سيلكت انفرس هيروح يحدد لي مين النجيل في المنطقه هاي. تمام، وممكن اروح اقدر اعدل على منطقه النجيل هاي على سبيل المثال، لو انا قلت له ايمج ادجستمنتس ممكن احكي له هيو ساتوريشن. لاحظ معايا انا لو غيرت في الطلع في منطقه النجيل ايش ممكن يصير عندي، ايش الالوان بتصير في النجيل في اللي انا قاعد بزود في الهيو. تمام، وممكن احكي له في الساتوريشن، ممكن العب في اغير في الساتوريشن. ملاحظين انا ايش في ممكن اقدر اغير. خلينا نحكي له كانسل، ما بدي اعمل اشي. خلينا نضغط كليك يمين على منطقة النجيل الفيذر اللي بعده، واحنا شفناه الفيذر كيف انا ممكن اغير في الفيذر. تمام، وبعد هيك انا عندي كمان بعد الفيذر في عندي سيلكت اند ماسك شفناه قبل هيك، وفي عندي حاجة امر مهم جدا جدا اللي هو سيف سيلكشن. انا محدد منطقة النجيل ومجرد انه اضغط على سيف سيلكشن بيجي لي انه انا وين بدك تحفظ في الديستنيشن، انت هل بدك تحفظه في المستند رقم واحد الاسم واحد او في مستند جديد. التشانل ممكن اخليها نفسها يعني او، وانا اخليها انا بدي احفظها في نفس المستند، وانا بدي احكي له هنا اسم لمين للمنطقه المحدده، ممكن خلينا نحكي له جراس وبنحكي له اوكي. تمام، هل جيت انا حفظت المنطقه المحدده هاي الجراس، وممكن وانا واقف على اي اداه من ادوات التحديد هاي او هاي، ممكن انا لو بدي الغي اداه التحديد اقول له كنترول دي، اقول له كليك يمين وش احكي له هنا لود سيلكشن، بيحكي لي ايوه السيلكشن الموجود في المستند رقم واحد واسمه جراس، واحكي له اوكي، بنلاحظ انه تحددت المنطقه هاي، رجع التحديد تاني. ممكن احكي له كليك يمين، في عندي ممكن اعمل لاير جديده فيها كوبي، من خلال الكوبي لو ضغطت عليها هتلاقي هنا ظهر عندي لاير جديدة من عملية النسخ للاير هاي، لاحظ عندي. تمام، طيب خلينا نرجع للهاي ونقول له ايش كنترول زد، نحل المنطقة هاي كليك يمين برضو، وممكن اقول له لاير فيا كات، يبقى هيعمل لي لاير جديدة فيها منطقة النجيل وهيقص لي اياها من اللاير الاصلية. تمام، يبقى هي منطقة اللاير هي النجيل، لو انا رجعت للمنطقة هاي يبقى قص لي اياها من النجيل. كنترول زد، خلينا نرجع للمنطقة هاي برضو، خلينا نقول له كليك يمين، في عندي حاجة اسمها فري ترانسفورميشن. الفري ترانسفورميشن انا يبقى ممكن اقدر اكبر واصغر في المنطقة هاي. لاحظ كيف انا ممكن قاعد بكبر وبصغر في المنطقة هاي بقدر. تمام، منطقة النجيل. طيب في عندي حاجة اسمها الفيلد، خلينا نقول له كليك يمين، في عندي عفوا انتر، نحكي له كليك يمين، في عندي حاجة اسمها فيل، انه ممكن اعبي المنطقة المحددة مثلا باللون فور جراوند لو بدي اياه اللون فور جراوند او الباك جراوند، او اختار كلر معين، ممكن نختار اي لون تاني، نختار اللون اللي بدي اياه بالشكل هذا بنلاحظ، ونحكي له اوكي. تمام، كنترول زد، وبرضه في عندي كليك يمين لو ضغطنا في عندي حاجة اسمها الستروك اللي هي لها علاقة بحدود الشكل، يعني أنا ممكن أعمل حد هيقول مثلا 5 بكسل باللون الأزرق بقول أوكي. لاحظ إنه في أنا عندي ستروك في المنطقة هاي، نضغط كنترول دي، لاحظين الستروك هنا كيف ظهر عندي. طيب كنترول دي، وتقريبا هاي كل الأوامر اللي لها علاقة بموضوع التحديد، وبتمنى تكونوا استفدتوا من هذا اللقاء، يعطيكم ألف عافية.